هاي الجداول اللي نوضعت بالموازنة وخلي في بالك أنه السيدة طيف السامي مدير عام الموازنة وكانت وكيل، والموازنة أصلاً ما 23 عدها بحكومة الكاظمي، فمن ذهبوا إلى موازنة 23 المفروض أكثر واحد عالم بقضية الموازنة هي السيدة طيف سامي وزيرة المالية. لماذا الموازنة عبارة عن جداول؟ أين البنود؟ أين البرامج؟ ليش جداول وأرقام؟ صح. وهاي الألغام ليش دكتور؟ حضرتك طبعا هي يبدو طبعا اذا تلاحظ هي الموازنه الاولى اللي اجت طبعا على شكل يعني خلاصه ولم تاتي بشكل تفاصيل مثل ما اسلفت جنابك. يعني يدل على شيء انها يبدو ان هذه الموازنه قبل طرحها يبدو انها خضعت كثيرا للتفاهمات، والواقع يقول ان التفاهمات هي كانت على مستوى ائتلاف اداره الدوله، يعني اعطيني اعطيك وخلي نمشي الحاله، وبالتالي اعتقد انه راح تمر بصراحة. ويبدو أن هذه الفترة التي هي كانت قبل عرضها يعني العرق صار خارج مجلس النواب، مو مثل السنوات السابقة كان العرق داخل مجلس النواب عليها، يبدو أنه يعني شيء مخفي. فبالتالي يعني هي حاليا هاي لأول مرة اجت على شكل خلاصة ولم تجي يعني ما اجت على شكل تفصيل، يعني صح اتذكر حضرتك يعني سابقا كانت تجي حتى الدينار وين بالضبط وشلون يصرف واحنا نقعد ساعتين نفكك بها كيف هذا وكيف ذاك. واذا تذكر حضرتك يعني ربطا بالموضوع قانون الامن الغذائي، احنا اني وياك يمكن اعتقد حضرتك صح اكثر الناس اللي احنا عارضناه لسبب انه اجى على شكل خلاصة ما اجى على شكل تفاصيل. اذا تذكر قلنا اين الجدول، اين المواد، اين يعني، فيعني احنا ما من المعقول نصير احنا بوجهين يعني نرضى بهاي ونرفض هذاك، يعني ما هذا الكلام مو منطقي بصراحه فعلا. بالتالي يعني حتى لو كنتم انتم مؤتلفين ومتفاهمين، لكن يعني الحقيقه هناك شعب، ومن هذا الشعب جزء مثقف يريد ان يرى ويريد ان يراقب، واعتقد هذا حق شرعي ترى، يعني حتى صح. يعني هو مجلس النواب صح هو ممثل للشعب، لكن الشعب به افراد، والافراد يعني قد يكونون مضادين للعمليه السياسيه، وبالتالي هم من حقهم انه يعارضون، وبالتالي يجب ان تكون لديهم ادوات، وربما تكون المعارضه ايجابيه. يعني ليش دائما ننظر للامر سلبي؟ هاي من النقطه. حضرتك بعد اكو تفاصيل، انا اعرف حضرتك دكتور انت تحكي يا جنابك، بس حتى على مود المشاهد الكريم المفروض اخليها جدول يعني بالشاشه. هاي الخلاصة اللي حضرتك تحدث عنها هي عبارة عن 20 صفحة فقط، صحيح فعلا بدون أرقام، وهاي كل مرة توصل الموازنة بند ورق، تقعد اللجنة المالية بالبرلمان تحير تفسخ بيها وترجع لي ورا، ليش خلاصة؟ هذا السؤال. حضرتك إذا تتذكر موازنة 21 يعني قضينا، يعني أنا شخصيا يعني قضيت عليها 13 يوم وأنا أقرأ بنودها بحيث يعني وصلت إلى درجة الملل. وكان يمي يعني دفتر بصراحة أسجل به الملاحظات. زين هسه هنا أنت اللي عندك يعني فقط هلقد تخصص بهالقد، زين مو هنا يعني هذا السؤال، زين احنا هسه شو راح نعرف كيف وأين تصرف هذه الأموال؟ يعني مثل سؤال حضرتك يعني 500 مليار لمكتب رئيس الوزراء يعني وما نعرف كيف وأين تصرف، يعني هاي مشكلة. يعني أنا هسه تجردتني من أهم أدوات المراقبة، يعني هسه من حقك انه انت تسن الموازنه ولا باس ومو خطا، وانا طبعا اعود واقول نفس الكلمه، يعني انت اذا تقراها تقول هي منصفه للشعب، لكن المشكله يعني انا اريد التفاصيل، انا من حقي ادور التفاصيل، وانا من حقي ادور الزله على مود اسالك بيها. بهالحاله انت جردتني من اهم ادوات المساعده. بس دكتور انت نعم. انت ما متوازي تسوي لي عجز 64 تريليون بالموازنه، يعني تسوي لي 200 تريليون وتقول لي العجز 64، انا ما متوازي اسوي لي 50 صحيح. مليار دولار تقريبا عجز، وبالتالي ارهن نفسي الى قروض خارجيه وداخليه. حضرتك هو طبعا هو اذا تلاحظ هي باب الضرائب يعني هي تقريبا يعني عده بنود 6 الى 7 بنود، يعني هي بامكانها توفر بما يعادل 6 الى 7 تريليون دينار، وهو طبعا هاي ايرادات غير نفطيه. هاي طبعا شيء جيد بالمناسبه، لكن بالمقابل انت هسه هاي الموازنه سنت على هذا الرقم. الحقيقه يعني يقول ان العراق هو يبيع لشرق اسيا باسعار تفضيليه اقل مما يبيع الى اوروبا. هاي النقطه الاولى، وبالتالي الحقيقه هذا الرقم غير متحقق، هاي اولا هذا بالوجه. صح. النقطه الثانيه هي صحيح اذا تلاحظ انه للربع الاول من 2023 يعني يوجد استقرار لدينا باسعار النفط، طبعا والفضل مو للعراق لا بالتاكيد، الفضل لمنظومه كامله اسمها اوبك بلس اللي هي نزلت عند يعني نسميه عند الفائض وزادت عند يعني عند اذا قل العرض. صح. يعني والحقيقه تقول انه خلال 23 راح نشهد استقرار الاسعار زائد ناقص 5 مو اكثر. لكن اكو مشكله حضرتك انه كل دولار واحد سنت اذا تجي طبعا للموازنات زائد ناقص 5 حضرتك يعني كمبيعات نفطيه يعني هاي تعتبر مرونه للعلم، لكن المشكله انت من حديه الموازنه بهاي الطريقه الحاده راح يصبح عندك كل ناقص دولار واحد يعني يساوي مليار ونص دولار ترى فرق.
الله أكبر. صحيح فعلا.